يقول السائل: أعمل في شركة ومن العادة نعمل 8 ساعات، فمثلا إذا خرجت قبل نهاية الوقت علما بأنه أحيانا لا يكون لدينا عمل نعمله سوى القيل والقال. نعم، تبقى في مكان العمل، تبقى في مكان العمل ولا تنصرف إلا بعد نهاية الدوام، لأنه مطلوب منك الحضور ولو كان ما عندك عمل، مطلوب منك الحضور، لأنه ربما يطرأ عمل، يطرأ شغل، يطرأ حاجة، فتكون موجودا. نعم.